الدكتور سنايبي يفحم وشرشم الصحفية الخائنة اللي مشات واختارت انها تمشي للكبرانات باش انها تهاجم المغرب. ما فهمتش هذيك دابا راه ما داكشي علاش كنستغرب انا، هي انها مغربيه، صحفيه مغربيه خدامه في فرانس 24 وكتهاجم المغرب. واش معقد؟ ما فهمتش هذه مالها، ديما كتهاجم المغرب، كتهاجم الوحده الترابيه، ودابا راه خدموها الكراغ الا راه بغات تخدم في شي قناه كرغوليه. يهديك ربي يا هاد الخائنه، يهديك ربي. بغيت نعرف غير شحال عطاوها الكبرانات. الاخوان قبل ما ندخلوا في الفيديو، كاين واحد القناه اللي قلت لكم ليه البيع، قناه كذا 40,000 ابوني، كلهم متابعين حقيقيين، قناه تدير اموال تقريبا كتدخل، كانت كتدخل تقريبا ديك 600 500 400 دولار حتى 700 دولار في الشهر، فيها بالروينه ديال الفيديو ديالي. يعني مازال دابا كيدخلوا فيها ارباح. راه الثمن ديالها قلتو هي 10,000 درهم. اللي بغى غادي يتواصل معايا هاد النمرة، غادي نقول لكم لاول مره 0644184161، 0644184161. صافي باش ما نبقاوش شحال الثمن، شحال قلتي لي 10,000 درهم. راه غير دوك لي فيديو اللي ديالي فيها راه مازال دابا كيخوا فيها ارباح فيها، ماشي مشكل. المهم اللي بغى يتواصل مع اللي ما بغاش الله يعاون. ندوزوا لي فيديو على بركه الله. اول فيديو تعرفيني مواقفي، مواقفي صريحة. أنا عندي المغرب أولا قبل كل شيء، قبل كل شيء، قبل كل شيء. اللي بغاه يبغيها، اللي ما بغاهاش ما يبغيهاش، أنا ما عندي مشكل فيها. المغرب أولا، والمغرب ثانيا، والمغرب أخيرا. ما شوف مهما اختلفنا أنا وياك، ومهما احتدينا في الودادي، أنا دائما كنحترم أنا كثير ودادي. هذا اسرائيل، انا عندي ولدي ما يلعبش الا ما كانت رايد اسرائيل حداه. شكون اللي رباه التربيه هذه؟ انا اللي ربيته، ولكن كنربيه يكون رايد وطنيه معاه. اسمح لي، اسمح لي، سمحت ما يزيد ما فما هو بغى يقول رياض المغرب غير هو خطاه. هي شو هي فرحات وقالت راه السيدات. وشوف اياه ماشي ربي، انا ولدي كيهز الدرابو كيقول لك ما تاكلش ماكدونالد بابا. اه انا شكون اللي رباه التربيه هذه؟ لا كيف مزايد، لا ما كنزايدوش، ما كاينش مزايد عليك والله، ما كاين مزايد عليك. انا لا دنيا، انا الاب ديالي امام مسجد وخطيب مسجد، شو مين زايد عليه في هذه المسائل الاسلاميه ديالي والتدين ديالي والمرجعيه الدينيه ديالي؟ وانا فزت في ايفنت كار، قلت بان حكومه متطرفه، وقلت بان حكومه مجرمه، وقلت بان المغرب قطع توصف هذا بنيامين نتنياهو، ورفضت انني ندوز معاهم، ورفضت حتى ناخذ الاتعاب ديالي من داك الاخر، حتى داك التعويضات رفضت ناخذها، والله ما خديتها بالله العلي العظيم. ولكن المغرب، انا دائما كان انا اعترف المغرب، انا دائما كنقول لك كلام فوسفانكات، راه دائما اسمي كنقول لهم انا شوفي انت يا قامه اعلاميه كبيره، ربي يخليك، ربي يخليك. لا يمشيك، لا يمشيك الاقزام، ولا يمشيك الاقزام، لا ما يمشيك واحد بالاقزام. شافي الهضره، لا يمشيك الاقزام الكراغيل. انا معروفه فقط مدام لا انا ما عرفتهمش. انا اقول لك وانا اعرف ماذا اقول. خليك كبيره ونقول لك واحد الفكره، انا نقول للاخوان دفاعا عنك. شوف الاخوان الكرام، انا خطابي للمغاربه ماشي الدنيا نوار. شوف الاخوان، انا لا يهمني الدنيا نوار القناعه ديالها، ولا يهمني مع من، ولا يهمني هل هي مغربيه قحه ولا ليست، لا مع احترامي ليها، ولا يهمني ان تكون مع الاطروحه الجزائريه ولا مع الاطروحه المغربيه، لا يهمني هذا الكلام. لا انا ما يهمني دكتور عبد الحق وأن... اعطاه العصير. غير نكمل انا كنهضر عليا، انا لا يهمني هذا الشيء، لا من قريب ولا من بعيد. انا ما يهمني ان الدنيا بامكانها ان تكون لها منصه مهمه للمواجهه المغربيه الجزائريه، لإيصال الصوت المغربي إلى الداخل الجزائري، واستهداف العقل الجزائري، وتوضيح العقل الجزائري بأن عدوه الأول هو النظام الجزائري. حيدوا لي الصوت، الصوت قطع سي، انتم اللي قطعتوا لي الصوت، خلينا من القوال باش من الصوت تقطع. الحق أنا غير غادي ناخذ هذه الفرصة مدام دنيا. واسكتناش باغي تاخذ، خليه راه عطاه العصير. مغربي هذا واش مغربي؟ اسمح لي، المهم خليه راه غادي مزيان. Et je vais te poser une question claire et simple. Oui. En français ? On revient en français ? Non, je m'énerve quand on parle en français. Je m'énerve quand on parle en français. Je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu sois comme ça.
اعترف لي بحبه قال لي انا كنبغيك. لا المغرب الجزائر سي بيان الاخوه الاخوه بقاش غنزول القضيه ان شاء الله نبقى القضيه. نقول لك انا سي بير انا نقول لك اكثر من هذا الشيء انا ليس من مصلحتي كدكتور طويلي بعلم مغربي يؤثر بشكل قصير صغير في منصة التواصل الاجتماعي. ليس من مصلحتي أن ننور تصبح مغربية وتبقى تنادي مغربية الصحراء طنجة الكوير وهادشي. لا أنا بغيتها تبقى هكذا باش يجيو الآخرين باش يسمعوا باش ياخذوا الفكرة ديالي. لأن إلا جات قالت لك أنا مع بحال أطلس 100% ولا بحال لا جومان وبحال ريفينو ما يبقى يجي عند أحد نبقاو غير المغاربة. ماذا استفدنا؟ لم نستفد شيئا. أنا مش غنخليك هكذا استراتيجيك مون بارلون ما هضرتش على البلاد والوطن والوطنيه وهادشي هذا استراتيجيك مون بارلون خليها تبقى هكذا رجل هنا ورجل ليه ما انا بالسافت مع الاسف عالميا مع الاسف مزوجه سي عبد الصنايب الى لا دخلت لي كاع هادي كاع بغات يديك ربي دوزوا الفيديو اخر الاخوان مالك صوت الجزائر تحية للدبور تحية تحية تبور شو صندالتهم شروطة صندالتهم قطعة غادي والجلد ديال رجليه كيقص في التراب وغادي ملاقي ما ياكل يحيى عمي تبون هذول اللي كيصوتوا على عمي تبون تحية للدبور تحية واحد اللي دقا ما عرف فيه الشد به الشد بيسر ولا ما يطيحش ولا ما عرف واحد يدري انه ملك راغي لا يا ساده ندوزو الفيديو اخر هادي دابا فاش قالوا لي هاد اللباس راه مغربي وكتمسح به الطبله وقالت لهم زعما انا كنمسح به غير اللصخ وكذا والله الا العقده ديالك هي المروك يا اخو المغرب هو العقده ديالكم زعما باغي تستفزنا زعما بهاد الاغنيه داكشي باش كنقول لكم راه كاينين شي وحدين راه كيتقبوا لنا الخنشه وكيعطيو الكراغ لا ما يقولوا زعما راه كان مسحب بحوايج المغاربه الطبله انتم راه مسح بكم تبون تحت رجليه تبون مسح بكم تحت رجليه دوزوا الفيديو اخر المعلق عصام الشوالي اثناء تعليقه على مباراه تونس وغامبيا الملعوبه في ملاعب المغربيه ملعب جميل في بلد جميل وشعب جميل تخيلوا اعزائي الافارقه ان هذه الارضيه في عز الصيف تبدو وكانها طاوله بلياردو وغير معنيه بكاس امم افريقيا شتي كيفاش تصدم فاش شاف الملاعب ديال المغرب الشوالي وراه شوف راه ما حاملينناش وراه هز ديننا ولا ينكي يعصرني عيا وكيقول الحقيقه بكل حقيقه الملاعب المغربيه ليس لها منافس في افريقيا مازال يتصوبوا ديال الرباط وديال كازا وديال وغادي نشوفوا كيفاش وحيدوا المضامير الاخوان واش حنا يوميا كنخرجوا قروج اش من مضمار ديال الجرى اللي بغى يجري راه كاين فين يجري عطى الله فين تجري نديروا ملاعب خاصه بالالعاب القوى اللي بغى يجري فيها واش كره واللي يجري ما بقاش داك الهبل جيبوا المدرجات حتى لحد الملعب وديروا كاميرات وجيبوا رجال الامن خاص جالس هكا في الماتش وحاضر الجمهور اللي ينزل كيعطيو ليه شهرين ديال الحبس ولا 3 شهور ما يعاودش واحد ينزل نوليو بحال الانجليز صاحبي والانجليز كيهضر مع اللعاب وهو باغي يلعب التماس وكيتناقش معاه وعمر شي واحد نزل ولا جرى لشي لعاب الا نزل اللي كيعطيو 2 مليون خطيه 3 شهور ديال الحبس حتى واحد ما غادي ينزل هذه وجهه النظر ديالي خلاص ما عرفتش يسمعوها ولا لا ندوزو الفيديو المعلق صافي سمعنا الشوالي دوزنا لواحد اخرى وطمأنينها عظامة بنبولي نبولي اي كما البول اللي كتبو لا شنقري حولي كوج اللي كتلبس مهما أذهان بقيم للأجميال القادمة الأجميال القادمة والله إلا ما يعرفوا يضرب ما يعرفوا يتمشى وما يعرفوا غير تسكتوا
تصور دابا هاد الشنقريحة كون بقى ساكت، غادي نظنوا انه شي واحد نابغه، شي واحد دماغ، شي واحد عارف فاش كيقول، شي واحد عامل راسو كيبقى ساكت صح غير ساكت. غادي تصدم كل بقيتي ساكت تقول بلا وانت لا عموم تبون، كون بقى ساكت نقولوا هذاك راه شي حاجه. بون ماكش تسمع في المعاناه الشعب، ماكش قاعد تسمعها. الشعب كاع راهو يعاني 48 ولايه كاع راهي قاعده تعاني، والصحافه هذه ماهيش قاعده توصل في صوت الشعب، والنواب هادو تاع البرلمان راهم فاشلين، مامي ما همش يوصلوا في صوت الشعب، ما همش قاعدين يوصلوا فيه. يا ورانا حشمانين ما ناش خايفين، المعيشه راهي غاليه والشبيبه راهي ضايعه، وانت ما زلت في المراديه قاعد ماكش تخرج ماكش تشوف المعاناه تاع الشعب. يا ورانا حشمانين، احنا رانا حشمانين ما ناش خايفين. الوقت نقعدوا كيما هكا الوقت فهمنا برك، اوكي نجيب كشكي نجيب راحين نرقدوا، اقسموا بالله رانا نتمناو النهار ما يطلعش علينا، اقسموا بالله. وين المحوس وصلونا برك انتوما، وين المحوسين توصلونا؟ يا ورانا حشمانين والكرامة تاعنا راهي قاعدة تتكاس، وشوفوا ما على باليش انا مانيش عارف كيفاه. انا مين نجي انا نشوف دركا ما نزيد ندير حتى فيديو، انا دركا نجي المرادية ديراكت. هذا مسكين راه ملي دار هاد لي فيديو طار طار طار، ما عارفين نطيروه. جيك خويا نجيك المرادية، انت ماكش تبون ماكش تسمع في المعاناة تاع الشعب، ماكش قاعد تسمعها. واش كيسمع هو براسو كيعاني مكرهش حتى هو يتصور، هو رئيس بون تلقى حتى هو كيعاني في الجزائر، الكاميرا ناس واكلينها وهو كراكيز والمسؤولين كراكيز، ما تفهم حتى لعبه. الاخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغله، ديما مغرب من طنجه الى الكويره، السلام عليكم.